احد الاخوان جزاه الله خير يقول تعينت في الشرقيه، يقول ورحت يقول ادور لي عاد استاجرت باليوميه على اساس ارتب وضعي بجيب عيالي، فعلا يقول لقيت هكا الدور عندها كلا جاويد جاويد العرب شروه من عندي والسامعين. يقول ابوهم شايب بنت سبير وعيالها اثنين وعنده ما شاء الله بنات اربعه وهن خمس نسيت وامهم. يقول استاجرت عنده الدور الاعلى الفوقي. يقول جاري ذاك اليوم 16 او 17 ترى كلام ذه والله له وقت يجي له 20 سنه في هالحدود. يقول رحت وجبت عيالي ونزلت عند الرجال هذا. يقول وتقاصرنا على طاعة الله. يقول انت سابق المسجد انا وياهم الاجاويد وعزموني الاجاويد يعني حق المجوره ودخلوا محلي ودخلت محلهم وعادات الاجاويد. اي يقول مع الوقت يقول ولد عنده كان في اواخر الجامعه تعين مدرس واجدعوه في الجنوب. يقول ولده الثاني عسكري يقول وراح في دوره في الشمال آمنت بالله بقى هالشايب سواقة الردية وشوف لك عليه. يقول صار يمون علي الشايب يمون على جاره على جاره. يقول سني ولده ما الله فرق بيننا سبحان الله العظيم. يقول أنا لجل تسلم عليه سلم على خشمه وراسه ويده. يقول عبد صالح ووجه سمح. يقول وتحبه في الله. يقول كل ما أخذ يوم اقلط يا ولدي اقلط يا ولدي يا ولدي يعطي بالرجال طيبه. يقول لا جبت له جار. قلت يا عم هذا الأجار. يقول عده يا ولدي والله اني استحي اخذ منك. قال لي عم أجار هذا ما فيها طلب. يقول يعد من 2000 ثلاثة ويرده والله ما تجيني. يقول ياخذ الباقي. يقول كل ما جيت اسدد قسط اطرح منها 1000 2000 ثلاثة. يقول اخر شيء يقول يوم اخذت عندك 5 سنين قال والله الذي لا اله الا هو ما عاد يجيني ريال. الله اي والله بلاش بس اعلمك الرجال شايل الرجال يفهم صار. يقول صرت ولد لهم ما هو بالله علشان الأجار. يقول محبة في الله في جيراني وحق لهم ما شاء الله. هما صاروا عياله راحوا يمين ويسار ما حد عند الشايب أحد. يقول صار صرت أنا أبوهم. يا فلان يقول اتصل على الشايب يا ولدي الله لا يهينك نبي كذا كذا إذا رحت تقضي لعيالك علمني مرني أبى أروح أنا وياك. يقول أشيل الشايب روح أنت قضي أنا وياه ونجي. يقول البنات اللي عندها جامعه يقول اركب انا والشايب اروح اوديها للجامعه وارد الشايب للبيت ثم نروح الدوام. يقول اجيت اجي اخذ الشايب واروح. لا والله الله طيبه يا ابو محمد طيبه. انا والله طيبه. وين تلقاه؟ ما يلام لو ما اعطاها الاجار لو قال خلها لك حلم هو ما عاد اخذ منها جار. قال والله ما يجيني. الغريب في الموضوع هالحين عقب هالعمر ذا كله يقول والله اني اخدمهم خدمه ما هو والله علشان الاجار. يقول انا قادر اني ادفع الاجار ما همني بس يقول يا اخي احس انهم اهلي. الله يكون ما عاد يقول وصلت لدرجه الشايب ما عاد يتقهوى الا انا معه ما شاء الله. مره يقول ولدي انت ولدي ولدي اللي ما تعبت فيه. الله راحت سنين. يقول جاني عاد نقل من البيت. الشايب رحمه الله توفي وموصي عياله قال لا تاخذون من جارنا هذا جار ما شاء الله وترى في ذمتكم ما تكدرون عليه ولا تضيقون صدره ما دام فيه وله رغبه يقعد في الشرقيه ترى هذا بيته تراكم بحرج ما تاخذون من هجر. يقول والله ان احنا نتسابق على الفاتوره انا اخذ فواتيرهم وهم ياخذون فاتورتي. شوف طيبه الاجاود وين وصلت. يقول مع انه هو من عرب وهم من عرب ما هو بحول بعض. اي يقول راحت السنين. يقول ونقلت راحت السنين على غانمي على العفدي. يقول طال عمرك يقول جاني نقل من الشرقيه للرياض. يقول انا والله بيني وبين فيني فرحته ودي اعود لاهلي لكن والله اني لقيت اهلي جدد. يقول ما ودي اترك جيراني. يقول ودك تشوف يا عبد الرحمن ذاك اليوم اللي طال الله عمرك نقلت فيه. والله اشهد علي الله اني اسمع صياح امهم وبناتهم. يقول حرمتي مثل انا ما ادري اسكت مرتي وبناتي ولا اسكت ذوليك. تعلقوا في بعض سبحان الله العظيم. يقول الى الان وحنا نتزاور والله ان احنا نروح للشرقيه بس عشان نزورهم ونرجع. ما شاء الله وهم مثل ما شاء الله. فالطيبه بين الاجاويد ما تنتهي صحيح. حق الجار على الجار سبيل. لا وسلامتكم.